أهلا شوقا وأمانا يقصي الأحزان يا رمضان. الآن معنا صورة ما شاء الله ما شاء الله حلو حلق بأفكارك بعيدا كأني قد سمعت هذه ليه مرتبطة كل شيء أفكار مدام نفس هموم ليه ما تصير هموم حلق بهمومك ما تصير سعادة كلها أفكار أفكار الحين تناقشون أنت وش دخلك أنت دائما أفكار لازم ثلاث صور لازم ثلاث كلمات ايش قلت أنت حلق بأفكارك أنت قول عبارتك وأنا خلصت ترى خلاص طيب اللي بعد سرور منيف لا شوف الشباب شوف المجيد شوف أنا شوي سرور مرة جاهز سرور مرة متحمس سرور سرور هاي يلا سرور أنت جاهز سرور بدري وين الحماس في الموضوع وينه وينه أقول مرة جاهز من اللي قال حماس ما تشايف الأش أنا أشوف هناك أي وش تشوف خلي الكاميرا خلف مطفى ما أستاذ معلش عاد غير رأيي حلو حلو حمامة للبيع لا 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 مقيم حمامة للبيع الإعداد يقول لي حمامة للبيع قلتها ندمت شكرا يا حمد يلا اللي عنده بسرعة ايوه بنيف مع المغيب تحين مع المغيب تحين اوكي يلا مسروق صح مغيب مش أنا ها مغيبي اي مغيبي مع المغيب تحين كلن يقول مع المغيب تحين الذكرى القديمة مع المغيب تحين افكاري صح. مع طب ليش مو باشراق طيب سرور بسرعة عندك تعليق شو هذا انت حطها طيب لف خذ لفه وتعال دقرت عليه ماسك مجيد باقي مجيد وسرور باقي مجيد عبد المجيد خلنا بليش خلنا عبد المجيد جاهز واضح الصورة اللي بعدها من اللي قال جاهز الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها ترى ما قلت متحمس ما اقول لحد متحمس شو اسمه الصورة اللي بعدها عارفه اسري مع الهاجس حلو اوكي حلو خط الرياض اسري مع الهاجس اسري مع وصور الماضي يا فارس نفسي وسليها يا الله هذه اللي صدق يبغى لها كلمة تعبير على الصورة ونبدأ مع عبد المجيد الفوزان أعطيهم ليعطيني يا سلام يا سلام صدق والله حبيته؟ اي والله حبيته اي والله هاي سرور هذا غشش هو قاعد ليش؟ ولا حلو بحر ولا وش؟ لا رصيف اتوقع هاي سرور هاي منين؟ هذا سلام الاسلام هذا سلام الاسلام؟ هذا سلام الاسلام يا سلام مرة أنا أدخل عميق فأنشف سيبقى العطاء سيبقى العطاء أسلم يا منيف سرور سرور يا سرور إيش بك يا ولد أنا ما طلع هزل يا يجي جزل يا بلاش مسافنا جماعي تحديد لا لا لا, لا 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 أنا أتكلم عن نفسي إيه؟ بديت أنا ما أقول الهزل فعشان زي كذا انا قاعد احاول اطلع لا 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 لا. انا والله ودي اقول حاجه على هذا يلا انت رقم متعلق ترى مع الشوق لازم يعني انا ودي ارد يا حمام الشوق والديني في البيع حمام للبيع يا رسول السلامة ما لفاكم خبر زين عنهم طمنوني بسالك عن البحرين كيف أهل المعلمة عادهم يذكروني قل لهم يا مسافر إني بالليل ساهر قل لهم يا مسافر إني بالليل ساهر يا رسول السلامة ما لفاكم خبر زين عنهم طمنوني الصورة اللي بعدها يا هذه آخر صورة طبعاً يا قلبي أنا أشوف إنه يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا صغير باعدت بين السنين إيش باعدت بين السنين رجع الصورة قبل ما تدخل يا حسن مسابقة هي خلي بعد باعدت بين السنين مش كنت أقول أحمد ولا غيري رجع الصورة كنترول بالله يا أقسم بالله صورة بطلة يا رجل انا اتوقع ان هذه تطلع معك اذا شفت الشاشه اللي ورا أيه لان اليوم اناظر في ذولي بلشت ما قدرت والله قفل مخي انت وحش ببحر قاعد على البحر
انا احس السر في الكاميرا اللي ورا بعد بين السنين بس محمود يقول بعد بين السنين من ايه اسرور ترى عادي تقدر تعبر اكثر من ثلاث كلمات مو لازم ثلاث كلمات انا احاول لا انا تحدي وثلاث كلمات ولا والله من اليوم يطلع معي 20,000 حاجه بس انا ابغى ثلاث خلاص فيها انا كلمه دائما ارددها حتى بعض الناس يفهمها غلط حتى اقولها ناس كبار يعني انتبه لنفسك واذا جيت اودع فانا احس انه انسب كلمه بالنسبه لي شخصيا انتبهي لنفسك الله حلو بس هاي منيف انت ولا ما تقول حلو وراك انت والله قلت حلو والله انت شاد على صور غصب طلع كلمات واذا قلت انا شيء ما تقول لي حلو والله قلت حلو الا قال انا صدق اي والله انا عبرت كلمات منيف دقيقه بالله دقيقه انا والله عندي تعليق واحد عندي تعليقين والله عطنا سمعنا الاول من الالف الى الياء يا سلام حلو ايه عميق هذا بس احس انه يلا الشيء الثاني اللي هكذا كنت الشايب يقول هكذا كنت يعني في يوم والله على طرف لساني بس انها كانت بغيرها لا يا شيخ خفت عليك والله العظيم والله جميل يا ولد من الالف الى الياء اطول الاربيز بس يومين والله اصير مثقف ها صحيح اني صغير السن دقيقه حلو حتى ترد تقول صحيح اني صغير السن انت كيف كبرت دقيقه هي ترد انا كبرت كذا لا 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 شو اسمه كبرت حلو هذا والله انت كيف كبرت هو يقول انت كيف صغيره يا الله لا راح ازم على كافي والله ما ادري بس انه خلينا نقول ماضي وانا مستقبلك اسمع ماضي وانا مستقبلك اسمع ماضي وانا مستقبلك يا سلام يا اخي والله العظيم هذا من اليوم استناه الله يسلمك حقه الطفل ايش يسمونه مشايه ايه باللغه مشايه هذه اللي تقعد بها صغير مش انا اعرف اسم مشايه بس ايش اسمها باللغه العربيه مشاءه ما هي موجوده يمكن باللغه العربيه مشايه قعاده مشايه عربيه العرب يقولوا لا اله الا الله عشان وصل سحورنا وصل الحين حلو فليتنا نقول